قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. مشاهدينا الكرام، في ركن ويبقى الامل اللي سهرت اليوم راح تكون معنا السيده فاطمه. فاطمه اللي كانت ضحيه حادث عمل واللي راهي تعيش اليوم حياه اجتماعيه مزريه. السيده فاطمه راهي حاضره معنا هنا في البلاتو. مرحبا بك سيده فاطمه. نعم مرحبا بك معنا. مساء الخير. مش راكي سما؟ الحمد لله. الحاجه من فضلك حكي لنا فقط تفاصيل انه انت كنت تخدمي كمنظفه في مؤسسه استشفائيه. هكذا كنت خدمه بمؤسسه استشفائيه. نعم طحتي؟ طحت في المطبخ. نعم نكرني السيد هذا صاحب الورشه، المدير ما حبش يستعرف انه طحتي عنده، ما حبش يستعرف، اداني هو الدار عند اختي، ومن بعد كي اداني كاع الوثائق وخلاني. قال لي غدوه نجي لك ونجي نديك سبيطار. انا هذيك الليله ما قدرتش خلاص، تمتم رحت شدني طاكسي كونت ولد الجار، داني سبيطار، داو لي عمليه تمتم. داو لي بغوش للان انا نتبع فيه والو. داروا لك يعني لي بغوش، انت شارعتيه قلتي باش شارع فيه انشال فيه حتى الان. بينتي بلي اكسيدون دو ترافاي. ايه وجاو الشهود وكل شيء، 22 شهاد منهم زوج وال20 مازالوا دوك واقطوا بالملف تاع واحد. رحتي لمفتشيات العمل؟ رحت لمفتشيات العمل ما داو لي والو، قالوا لي عليك دار الشرع، شي وحده ربحاتو. نعم. ما عندي دوك حتى. نعم. ما لقيت حتى وسيله، ما لقيت لا ما لقيت ما عندي والو. عشات لي لا ما عنديش. نعم. أنا قاعدة هكذاك. نعم حتى يعني الدار ما عندكش؟ ما عندي لا دار لا سكنة، ما لقيتش كاع حتى وين نحط راسي. كانوا يعطوني كما يقولوا لاكاف، لاكاف ندخل فيه روحي ولا مزيان يعني. ما تي ما زاد مسحوا لي خوتي فمي، ما حوسوا عليا ما يعيطوا لي. كنت بكي يعيطوا لي حورية، يعيطوا لي وراكي عمتنا وراكي اختنا، عندك والو. لبس عليهم خوتي واحد زيلت واحد برد، لبس عليهم خوتي في ربع بنات ما كنتش نهضر عليهم. كل واحد عندها ظروفها، ماشي رجالهم كاع يحبوا، ماشي كاع لا غالب. وهي قاعدة عندها قصة قص روحها، رجلها مات الدار ماشي تاعها، مول الدار يخرج فيها قصة قص روحها. لا يشوف فيا يعرفوني واسمي حورية فاطمة، تعرفوني بأختكم، زوج بالحلال وطلت بالحلال وزوج بنتي بالحلال الحمد لله. ما تشفيكم حتى حاجة، حاجة دنيا حشماني ميها. رحموا علي يما لا مات عندها سبع شهور ولا خمس شهور. علاش رماوك بصح فاطمة؟ علاش رماوك خاوتك؟ ما كان والو، ما كان حتى سوء تفاهم، مسألة عائلية بينهم بينهم، ما كان والو، الشيطان جابها، ما كان والو. كنت خدامة في الليل، نروح في الليل نريح يومين، نجي لبيتي خزانة نبس عليا. عندك بنتك مزوجة لاباس عليها، علاش ما تروحيش تعيشي عند بنتك؟ لا لا ما نقدرش، باسكو بنتي عندها بيت وحدها مع العجوزة الوساتة. علاه؟ وين تسكن بنتك؟ في القصبة، مع ماشي كما يقولوا بيت موسوعين ولا قيس قيس روحها، ولادها قيسهم قيس روحها، ما عندهاش حتى وين تدور. مع عجوزتها الوساتة، لوستها عندها لوستها بنتها معاها، ضيق لا غالب، ما قيس روحهم. يعني تروحي عند اختك، خطرة عند اختك والخطرة كيفاش؟ اختي الغاية نهار بلي داويت خالتي محجوب. ويدخل يما هذاك يقول لي روحي روحي قعدي يا مات، بحيث قال لي واحد يوزي عيام داخل ولا. واليوم واش كتطلبي سيدة فاطمة؟ يعاونوني كاش واحد يعطيني كاش نص كراج، كراج ندي فيه الخبز مطلوع ونطيبو ونبيعو ونعيش، ما نقولش ما نطلبش لا في لاريات، نحشم بهادي ما درتها ما نطلبها ما نخلي يما تقعد في قبرها. نعم شي قاتلك. نعم والله الأخت فاطمة تبين لنا حالة المرأة في المجتمع الجزائري، وهذا الكلام هذا بيا يسمعوني الجمعيات النسوية اللي راهم يضلوا يهضروا على المرأة، ما المرأة ويديرونا قوانين على المرأة يعني وانا نشوف حالة المرأة في المجتمع الجزائري. هذه امرأة سقطت في العمل، عوض ما تستفيد من حقوقها القانونية اللي داير لها القانون، رجل اداها الى بيتها ومن بعد رفعوا لها دعوى قضائيه باش ما تستفيدش من حقها يعني في التمريض والتطبيب والاجره نتاعها، والان راهي تتوسد الشارع مره عند الناس، مره عند بنتها، مره عند واحد من العائله. يعني يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت قال: اوصيكم بالقوارير. القوارير هي المراه، وصيه. وراكو يا الجمعيات النسوية اللي كسرتونا ريصنا بالهضرة، وين راكم؟ هاي هذه حالة من آلاف مؤلفة من الحالات. نقول هذا لصاحب العمل، نقول له
النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. المرأة كانت تخدم عندك طاحت، أعطي لها حقها، علاها رايح تتنكر لها بلي ما طاحت عندك والآن راهي معوقة، كيف راح تكسب رزقها؟ عندي قال وثائق. نعم عندي قال وثائق يثبتوا. صح علاش يعني كي رحتي المفتشيات العمل خسرتيه كذلك ما حبوش قالوا لك في المحكمة بما أنه عندك وثائق؟ عندي وثائق والو زور داني لو 25 جيز خدمت عند 2011 وانا طحت عند 2009 خدمت عند داني وطحت عند لو 16 ديسمبر بالخميس كنت صايمه عاشوره سبتها فيك بن عينيا 16 ديسمبر كنت صايمه عاشوره داني طعام في الفوايي قال لي روحي للكوزين عسي البنات قلت له عسك البنات يسرق التوم ويسرق لك هادي انا في قدام الناس قال لا بالهم بيا راح جاب لي الشهود ما حبوش يشهدوا معاه اللي تخدم عنده عندها عين واحده تكون بالنص بركه جا شهد معايا عماد مدير المواد البشريه تاع معاش مقرن شهد معايا قالوا طحت عندنا لا طحت عندنا يعني انت من نهار طحتي فيه نعم طحت وشحال قعدتي باش رحتي شكيتي في مفتشيات العمل ما جازتليش عام 6 شهور عندي الوثائق مخبيه كامل سنيتي يعني 6 شهور باش شكيتي به سبيطار كاع شاهد 500 طبيب وطبيبه كاع شاهدين منهم 26 طاوني كان الوثائق تاعهم شهاده البطاقه بالبصمات كل شيء يعني من نهار طحتي في هذيك الحادث خلاص من هذاك النهار راحت حياتك يعني هو كذب عليا قال خدمت عندي 2011 2012 دخلت الكوت شيفا وخرجها نعم ما صرت بها ما داوت بها ما خدمت عنده 2011 هذه الجوجه لقيتو فيا وحكمت باللي خصها خدمت عنده انا 2011 كنت مريضه كان عندي مي با 6 شهور في العمليه كيف نحشد البالي حاشاكم سمحوا لي والفوتوا هذاك لاباري ونمسح بها الدروج ولا ريا والبلوك هذه ما يزواش العقل هذه الجوجه اللي تسمع فيا ولا وكيل الجمهوريه اللي يسمع فيا حاشا مشي كاع الناس يسمعوا فيا ولا وكيل الجمهوريه ولا رئيس بوتنيقه يسمع فيا ياخذني دائي ماشي نكذب ما نكذبش بس صايمه نظل صايمه الحمد لله الحمد لله يا ربي شاد في ديني وشاد في رزقي وشاد في ديني الناس باللي خالتي فاطمه علاش قعدت ست شهور باش تشتكات لان كانت مكسره عاطله ما قدرتش كي طاحت هاي طاحت اجرت عمليه جراحيه هي دارت عمليه جراحيه وتعوقت ما كانش صعيب الحركه عليها وتروح تشكي وتجري وتوقف في المحكمات وتدير في المحامين كاين الناس يحسبوا هذه مساله سهله بالنسبه للضعفاء مساله صعيبه شحال من حاجه احنا نشوفوها سهله عندنا انا يبان لي هذا هو اللي خلاك ما رحتيش تشكي بسرعه هذا هو الشيء الحاج نعم اقسم بالله نحط يدي على نفسي هذا الشيء اللي خلاني كنت عاطله ما عنديش شكون خاوك واحد اللي بالمشكل تاعو لا تخويك واحد اللي بداروس وشكون يفوت يديني استاذ هل في ودالي ودالي زعما اجتماعي داوي في بومرداس انا نهار الاول في البيا عندي انا دالي سيغونس عيبو تبحرني بعيد ويوصي عليا ما تعطولهمش كل شيء كل شيء تاع اسمو تاع تاع بالعقل تاع تاع صندوق زعما ما قال لي مدام او في بمرداس روحي نعم ها عندنا الناس يعاونوني الجمعية دار رحمة قالوا لي وحي باش نعطوك باش نشرب هذاك الدواء تاع القعد كي نطيح في الطريق نصرع ما نفيقش هي الحالات كما هذه تبدا اولا ماشي شكوى تبدا عن طريق اللجوء الى مفتشية العمل موجودة في كل مكان جابوا لي حالات بالبنى الثانية اجل محددة باش تروح لا هي تروح تقدم طلباتها وتقدم شكون الشخص اللي تقدم طلبات اللي كانت تخدم عنده مفتشية العمل هي هيئات إدارية تحمل تحتها إشراف وزارة العمل تستدعي الأطراف تحاول تعمل محاولة صلح يعني بناء على علم الطالب نتاعها إذا ما فيش عدة محاولات إذا ما فيش صلح تعمل محضر عدم مصالحة عندك أهم شيء في هذا المحضر أنك في أجل 6 شهور ابتداء من تاريخ تحريره أنك وجوب لازم تروح للقضاء إذا مرت 6 شهور المحضر هذا ما عندوش معنى لما تروح للقضاء تطلب إذا فيه أجرة تطلبها إذا فيه تصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي تطلبه إذا فيه مؤخرات تاع اجور ولا مؤخرات تاع علاوات ولا العطله السنويه مثلا كثير من يقدموها اسمح لي والقضاء عاده القضاء عاده نقولها اكثر من مره يمشي مع العامل لانه ادراك منه بان العمال كثير منهم حقوقهم مهضومه لذلك نظن بان القضيه حالة تزال ما فصلوش فيها القضاء مازال مازالها في القضاء في العداله القضيه تاعها اسمحي لي نعم دي كانت معاه طات البيفي طوني حتى البيفي كنت اخي طاني بيفي قال لي هاوليك نعم. العقود بينه وبين 2007 حتى لدوك اليوم واش كتطلبي سيده فاطمه نطلب الناس يعاونوني لكن كان الزوج يعاونني يبين لي حقي باسكو هذا انا كان يهدد فيا التليفون يقول لي عندك 57 مليون وديك 6 سنين كل خدمتي وجبتي واحد الملف
قال لك نعطيك 57 مليون وتسحبي الشكوى. جبتي الشكوى فاوين؟ كيفاش كتطلبي اليوم؟ يودي شناك واش نشرب نقوي؟ باش كتصرفي ما كاينش تخدمي ما عندكش وين تروحي كيفاش راكي تعيشي؟ نخصو فين نصبح نلبسو؟ يعني الحر هذا رانا فيه. يعني هذه محروقه ندوى نصبوا على الفراغ. هذه محروقه باش نعيب في خاوتي كثر خيرهم ربوني كبار وكبروني وخرجوا لي بنتي عصاي كثر خيرهم. فحلقة مدوى حتى حلقة السما تاعي عايشة كلاوي عندي دوا تاع الكلاوي نشربو وقلت ما كيموني هكذا شعري نحيد وطار كيما تشوفي كنان ما هاك ونفلي هكا 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 خلاص بدل نخمم واش ندير الصباح. يعني السخانة اللي رانا فيها راكي لابسة حوايج تاع الشتاء عشان نحس لي بندانة. نعم بندانة ميمتي راحت ما فدت فيني 3 متر تاع بوتفليقة دايرها انا كنت نصرفها تقول لي ديهم صرفي مع روحك. راح تيماك راح كل شيء كل شيء احد محنه يجي يطلع عليها ويشوفوني صحا عيدك راح كل شيء. نبهوا الناس اليوم يشوفونا من المحسنين والمحسنات نقول لهم بلي خالتي فاطمة الزهراء ليس لها زوج يحميها ولا اهل يقفون الى جانبها يعني ما عندها حتى انسان في هذه الدنيا. والعلماء قالوا اياك ممن ليس له الا الله هذا صاحب العمل دوك منا ما المحكمه تاخذ بجراءها. أنا أقول خاف ربي يا أخي تروح المرأة تقول أنا أعطيك 57 مليون وسحبي الدعوة معناتها راك قادر تحل هذه المشكلة. ما تخافش من هذا المرأة خاف من ربي سبحانه لأن المرأة ضعيفة قادر تحقرها وتظلمها. المحسنين والمحسنات كون شفتوا مرأة ضعيفة إذا عندها الغذاء ما عندهاش العشاء وإذا عندها العشاء ما عندهاش الغطاء مدى بينا المحسنين والمحسنات ونحن على أبواب شهر رمضان يتكفلوا بهذه المرأة. ولا قلت له كان يجي بينا وحبك نخلي عند العدالة ما يحكموش على حاجة بتكون عنده يعني قالوا يجي نهار يحكموه طلبة كبيرة يجي باك يطلب مني يسمح ويعطيني حقي أنا نفد قدام ربي نبري نقول له خلاص. الحاجة قولي لي وشنو هو حقك؟ حقي عاود لي حقي. وشنو هو شحال تقدري حقك؟ حقي اللي تطلب المحكمة يعطيني حقي. ولما قال لك نعطيك 57 مليون بالتليفون وعلاه ماشي حقك 57 مليون؟ رحت عندي اللي رحت عنده حتى لدار عند نسيبو تهديك دار جدرمية قلت ماني رحت عنده قلت ماني تهم لي تهمات قلت عند الباب قلت لي يما وقولي لوليدك عبد السلام اه وداليك وغات مطلوا بيه بالراديو نحيدو له قلت لها مطلوا على صح علاش عطاك قال لك نعطيك 57 مليون وما قبلتيش؟ اه باش ما تبانش الحكاية تاعي وحكاية صاحبتي ربحاتو في الغاية الحكاية تاعها في الغاية ما فتش العمل. يعني انت حبيتي تربحي قضائيا بالعداله وماشي بطريقه شوفي نركع لربي ما نركعلوش ليه بس كل اللي دارها لي ليا غدوه يديها الاخرى وديها الاخرى. نعم اللي شادت معايا خرجتها خضراء عندها عين سداده ضربوها الارهاب عينها طايره خرجتها قالها ياه داك اللي غلات بالملا طيري فغدوه هذيك قالت لي حوريه قلت لها اتوكل على الله. نعم رحت للجامع قلت ما طولها عشاء اسمه غدوه هذيك راحت لقدها كاع محروقه الان قالت لي حوريه راهي محروقه الملف تاع واحد تاع راجل. يعني انت حكي لنا يعني صديقتك إيه؟ راهي ربحاتو في العداله انت ما ربحاتوش شحال تقول هضرها لوخا فاطمه ربحاتو تاع سيدي يوسف كي جاو يشهدوا معايا ثاني خرجها. نعم يعني هذا حال الضعيف في هذا المجتمع. جامعة يا عماد تاع مواد البشريه تاع معاش مقران ونسى هادو كاع تاع الاداره تاع من نائب المدير جا كاع شهدوا معايا كاع عطوني الورقه تاعهم عندي فضه كاع مستفين اشهدوا ان لا اله الا الله ان هذه المراه خدمت عندنا بالقران اي عندي وعماد جا هو قالوا محي الدين قالوا ما عندهاش شهود افوكا تاعو يدعمو في بيكو. نعم او جبد روحو عفوا بلي كذب جبد افوكا. نعم قالوا قالها ما قالوا ما عندهاش زوالي ما عندهاش افوكا بدل هكا في الكتب في الدروس حمي المدينه جاو داوني لي بومبي داوني داوني الاكسجين في السبيطار. نعم ومع التالي حتى قالوا عماد انا حاضر وشنو قالوا قول حق خدمت عندنا انا حنا في السبيطار كنت يعني في الختام واش تقولي سيده فاطمه؟ اه في الكلمه الاخيره نتاعك قبل ما نختموا. نعم نشكركم كي قمتوا بيا واستقبلتوني باش نقول خوتي ولا هاسو لا غالب. نعم حبيتوا صداكم حرين حبيت تحلوا لي الباب انتم حرين بينكم بين مولاكم انا رمضان ناكل بالمولى بالخبز ولا ب يجوز ولا في صيامي نطلب من الناس اللي يعاونوني باللي قدروا اللي حاولوا دوليا وكان نص كراج. هذا ما كان نسكن فيه باش نعيش نقوم نستوى في الدار باش يطلع الطبه باش يطلع الحرام الحمد لله انا كنت وحده هكذا ما نحبش. الان اللي يحب يعاونك وين يصيبك الحاجه وين راكي الان؟ كيفاش يتصل بك؟ ساكنه عندي هذاك تاع التليفون تاع بنتي وعندي هنا بورطاب وواحد الناس حلوا لي الشاك فمحلول
يعني اللي حبي يتصل بك راح يظهر الرقم نتاعك اسفل الشاشه، اللي حبي يعاونك فاطمه حيتصل بك مباشره. 091 نعم 83 1291 راه يظهر في الشاشه معنا الان السيده فاطمه. ان شاء الله من كل واحد حب يعاونك يقدم لك مساعده ان شاء الله يتصل بك انت مباشره، وهكذا ان شاء الله يقدروا يعاونوك السيده فاطمه. باش نمشي ولا نعم ما تقدريش حتى تخدمي على جرجلك. لا عندي ديالك صباط قوي ما عندكش كوتشيفه ما عطولكش. يعني سبتها نحيتها ما تبداش اليوم معايا. نعم. ما عندي سبتها شريتها وقت اللي يعني حتى باش تعالجي ما عندكش. هذا عماد سبيطار هما يطمو لي طمني العام اللي فات وطمني قبل ما تموت يما، هاي ما تيما جابوا لي نعم جابوا لي باش صرفت على روحي. نعم ان شاء الله يكونوا فيه محسنين ان شاء الله يا ربي، جزائريين فيهم الخير ان شاء الله يعاونوا. هذا عماد تعرف يعطيوه منهم كي هكذا طم لي هذيك فريكه طاهم لي قال لي هاك ما يوريش كاع يقول لي هاك حوري روحي بنتك زيدت روحي هكذا روحي. ان شاء الله يكون الجميع لو يشوف فينا اللي يعاونوك اللي يقدر يعاونك. ماشي ما فاهم الطلبه ماشي ما فاهم نركع ربي على الغلبان كي تروحي لا غالب ناس سخوني ونقول راني بردانه، ناس برداني ونقول سخانه كرهت كل شيء. ان شاء الله ربي يفرج. باش نشوف الدنيا ونزفوك ونشوف هكذايا الفامية متفاهمين وانا واش بيهم خاوتي يبدو عليا ما كاين والو. نعم ما كاين والو على بعدهم يجوا يسقسوا ما والو. نعم ان شاء الله ربي يفرج عليك فاطمه. تفضلي حنا مع سير ديماس اللي يرافقنا في كل عدد نقدموا لك هذا المبلغ المالي. تفضلي تعاوني لعل تعاوني به روحك ان شاء الله السيده فاطمه. تفضلي تفضلي شكرا يعطيك الصحه ان شاء الله ان شاء الله يكون مقبوله في امين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله امين ان شاء الله يا ربي. نشكرك ان شاء الله نشكرك كثير سيده فاطمه ان شاء الله. هاكي جيتي والحمد لله ان شاء الله. نعم شكرا ان شاء الله ولحق نداءك ان شاء الله فاطمه. وحنا ان شاء الله قلت لك نعاونوك تعاوني لا كان كود يعاونوني يعطوني سكنه ان شاء الله يا ربي يكون نداءك وصل سيده فاطمه. شيخ ما عندكش ضيف اضافه؟ والله ندائي للمحسنين والمحسنات. نعم. اللي يستطيع يعاون خالتي فاطمه يعاونها. او الرقم تاعها يظهر شريفه والزمن يعني غدر بها كما يقال. وصاحب العمل إذا كان يسمعنا أزب وأرسل لك مشكلتك معها، لأن دعاء المظلوم ليس بينه صحيح. وبين الله حجاب. أستاذ واش تقول في الختام؟ أنا أشوف بأن كل اللي مروا على هذا البرنامج بسطاء القناة، نظن بأنها قناة البسطاء أيضا، لذلك أبوابها مفتوحة لكل هؤلاء المحتاجين. صحيح. قبل لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.